النهارده وبنتكلم بشكل كبير، ودائما بنقول ان الدوله بتحرص بشكل كبير جدا على اتخاذ اجراءات علشان مواجهه الازمه الاقتصاديه العالميه اللي بتنعكس بالتاكيد على كل الناس وكل الشعوب وكل الدول. من الاجراءات المهمه دي ان نسيطر على الاسعار، ان نلاقي فيها كل المنتجات الغذائيه متوفره، والاهم من كده انها تكون باسعار مناسبه. النهارده هنتعرف على جهود وزاره التموين في هذا الصدد، ايه اهم المخزون الاستراتيجي عندنا في ايه في العديد من السلع. نعرف ان احنا عندنا مخزون استراتيجي امن في سعر الارتفاع الجنوني في الاسعار على مستوى العالم ولا لا، ايه اهم الاجراءات اللي بتتخذها الوزاره للسيطره على جنون الاسعار او بعض الحقيقه الناس اللي بيستغلوا الظروف بشكل سيء، اللي هم مش هنقول ضعاف النفوس لكن هم ضعاف النفوس بالتأكيد. بيشرفنا في الاستوديو المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. أهلا بحضرتك أهلا وصباحك بحضرتك خير يا فندم. أهلا فندم، بيك. أهلا بيك. وخلينا أهلا نبتدي، بحضرتك. ممكن احنا من الأخبار اللي تابعناها الفترة اللي فاتت مثلا عالميا دول كبيرة اتفاجئنا بقرارات أو بيقولوا للشعب يعني انزلوا خزنوا منتجات عشان مش ضامنين الفترة الجاية ممكن ما يبقاش فيه. الحمد لله بفضل ربنا وفضل جهود الدولة ده مش حاصل عندنا، بالعكس احنا عندنا السلع متوفرة وعندنا كمان مخزون استراتيجي منها. عايزين نطمن الناس على الوضع ده. أولا نطمن الدولة أو القيادة السياسية، يمكن اللي متابع يعني بشفافية كبيرة جدا، إن الاجتماعات مستمرة، توجيهات مستمرة، يعني زي ما نقول اعتمادات مفتوحة لتأمين الوضع المخزون للغذاء في مصر، ودي يمكن تحسب للقيادة السياسية اعتمادات مفتوحة لتأمين المخزون الاستراتيجي لفترة طويلة. زي ما حضرتك أشرت إن شفت بعض الدول قفلت دلوقتي، يقول لك ممنوع التصدير كذا أو كذا، إن في حروب، في تغيرات في العالم، في حروب دايره ما حدش عارف مداها توصل لايه، في تضخم، في حالات، في بعد جائحه كورونا، فمرنا في ثلاث ظروف صعبه جدا جدا جدا. ولكن الدوله المصريه عندها استراتيجيه كبيره جدا من فتره طويله وحسابات معموله لهذه الظروف الطارئه، والمخزون الاستراتيجي في مصر امن جدا. هنيجي على سبيل المثال القمح، احنا لازم المواطن يعرف اذا كنا بننتج 10 مليون طن قمح السنه دي فاحنا بنستورد اكتر من 8 من 9 مليون. السنه دي الدوله المصريه خدت اجراءات يعني شديده ويعني قويه لتامين المخزون الاستراتيجي من القمح. زي ما شفت على سبيل المثال الحصر، يعني ان كان في زياده نتيجه الزراعه اللي شبه تعاقديه من قبل، اللي احنا قلنا الارداب هيزيد 100 جنيه للقمح، ودي برضو حاجه للمزارع، تحفيز المزارع. وجه سيادة الرئيس راح قعد حافز 50 جنيه للمزارع برضه، وادينا 15 جنيه للنقل، فدي ادت الى زياده المحصول السنه دي. هنقول برضه في اتجاهين اللي هو الافقي والراسي. احنا السنه دي كنا في 3 مليون و650 الف فدان مزروعين، فزياده في المساحه المنزرعه. استنباط سلالات، ودي يعني تخص وزاره الزراعه، في سلالات حديثه ويعني زراعات مبكره ادت بالهروب من مرض الصدأ للقمح، فالنهارده الانتاجيه عاليه، وصلنا ل 16 ل 20 ارداب للفدان. المهم بقى التوريد قد ايه؟ اهو بيقول لك الفدان، عشان برضه محدش يقول ايه احنا بناخد المحصول كله. الفدان السنه دي من 16 ل 20 ارداب، فالنهارده الدوله عشان تحرص خدت 16 ارداب على 12 ارداب للفدان، يعني ثلثين المحصول للدوله. عملت اجراءات ثانيه برضه لزياده نقط تجميع القمح. النهارده ال 450 نقطه تجميع قمح، اللجان اللي شغاله من الصبح لاخر النهار الساعه 12 بالليل قد يكون مفتوحه طول ما في توريدات. حاجه ثانيه بقى ان المزارع بياخد مستحقاته في خلال 48 ساعه من الامن، الثمن والحوافز والنقل، 48 ساعه. ودي توجيهات عليا من دوله رئيس مجلس الوزراء. الصوامع بقى كمان مشروع قوي للصوامع عشان نخزن القمح للشهور الصوامع النهارده جاية. بقت حديثه اللي تستوعب كميه كبيره. النهارده الصوامع بقت الصومعه، ممكن الواقف على الصومعه عن الشاشه يعرف الصومعه فيها درجه الحراره قد ايه، لو في اي مرض معين بيظهر على الشاشه بيتم معالجته فورا. دي ادت الى عدم اهدار مليون طن قمح كل سنه، والنهارده جوده القمح المصري من اجود الانواع. النهارده لما حروب روسيا واوكرانيا لا ما اثرتش، النهارده الحمد لله نطمن الادب مثال اتكلمنا عليه، ان القمح عندنا مخزون استراتيجي للقمح النهارده هيكفي لما بعد 22، وده رقم غير يعني رقم مظبوط ما حصلش قبل كده. عندنا مخزون قمح مصري هيكفينا النهارده لبعد، لان النهارده القمح طبعا مخزون يعني استراتيجي مهم، بس في سلع
أخرى استهلاكية، المواطن المصري برضو محتاج يطمن على استدامة تواجدها في المجمعات. النهاردة يمكن من 72 ساعة تقريبا افتتح أكبر مصنع للسكر في غرب المنيا اللي ينتج 900 ألف طن من السكر. النهاردة الزراعات التعاقدية في السكر وكلمنا عليها قبل كده 600 ألف طن من البنجر وزراعة القصب السكر، فعندنا برضو وصلنا شبه اكتفاء ذاتي من السكر. معظم السلع الدواجن النهاردة الحمد لله ما فيش استيرادات للدواجن، لأن بقى عندنا يعني مخزون برضو الان وصلنا لحد اكتفاء ذات. انا لا ننكر ان في زياده في بعض الاسعار نتيجه الظروف اللي بتمر البلاد، بس ما فيش نقص في سلعه مش موجوده. ما فيش نقص في سلعه. النهارده عندنا مؤشر او دراسات استراتيجيه للاستهلاك والانتاج وكده، مؤشر اي سلعه بتيجي تنقص عن 6 شهور بيتم النهارده او زي ما قلت لحضرتك في اعتمادات مفتوحه بيتم التعاقد وعمل مناقصات لتامين المخزون الاستراتيجي. فبنطمن الشعب المصري السلعه متوفره، المخزون الاستراتيجي امن، استمرار المعارض واستمرار الشوادر لغايه الان من بعد رمضان وتوجيهات القياده السياسيه باستمرار الشوادر والسيارات المتنقله في جميع انحاء الجمهوريه. وبرضه عملنا اهل رمضان ثم دخلنا على اهل العيد ثم استمرت الشوادر والدفع بهذه السلع. النهارده برضه المخزون مستمر طول الحروب شغاله والظروف شغاله، يعني ممكن تستمر لاخر السنه؟ لاخر السنه. يعني لا يعني بقول لك مستمره الدفع بالسيارات والشوادر، والغرف التجاريه عامله معارض مع وزاره التموين ومبادره كلنا واحد وزاره الدفاع اللي هي الهيئه الوطنيه وسيارات تحيا مصر، كل ده موجود في تنسيق كامل. وزاره الزراعه كل ده في تنظيم كامل بضخ كميات كبيره من السلع. المجمعات الاستهلاكيه اللي النهارده فيها جميع السلع باسعار مناسبه جدا، ولان احنا بنعقد. طب خلينا نرجع مره ثانيه بس علشان ما نبعدش عن الموضوع، عن المخزون الاستراتيجي. احنا اتكلمنا عن السكر، اتكلمنا عن القمح، اي سلع حضرتك استهلاكيه. الرز، الزيت، عندنا مخزون الزيت عندنا 6 شهور ونص. عندنا 6 شهور. 6 شهور ونص عندنا مخزون استراتيجي من الزيت 6 شهور ونص. لان طبعا في ارتفاع عالمي شديد في اسعاره دلوقتي. انا اقول لحضرتك برضو مثال عشان يبقى المواطن عارف برضو. احنا كنا بنجيب ارداب القمح كان او تن القمح 270 دولار، النهارده بقى وصل 430 دولار. النهارده الزيت كان 740 دولار، النهارده وصل 1470 دولار. ففي ارتفاعات عاليه جدا خلاف النهارده النقل وخلاف الوضع اللي احنا فيه ده. فالنهارده احنا انا بقول في ارتفاعات في تغيرات ولكن السلع متوفره ودي اهم شيء. عايزه اتوقف عند يعني نقطه مهمه جدا عشان بس نقفل الباب على الشائعات فيها، وهي بطاقات التموين. السلع اللي بتصرف على بطاقات التموين، يمكن احنا بنتكلم على في تحريك في الاسعار او ارتفاع في الاسعار، فيمكن من فتره كده سمعت شائعه بتقول، وهي طبعا مش حقيقيه يعني بس تاكيد برضو على لسان حضرتك، انه ده مش هيحصل خالص الفتره الجايه، انه عدد السلع او المنتجات المصروفه على بطاقات التموين هيفضل زي ما هو مش هيقل. لا مش هيقل طبعا، احنا حريصين ان احنا بنزود. يعني كنا 12 سلعه بين 24 بين 28 سلعه، النهارده اي حد بيقدم يخش في المنظومه وبنشوف الجوده بتاعته والنهارده التامين النهارده بيتفضل بيتقدم. النهارده احنا حريصين على التنوع عشان نستفاد من التموين ونقاط الخبز. فالنهارده لا دي ما حدش يتكلم فيه. انا عاوز بس الناس ما تمشيش ورا الشائعات. الدوله حريصه على الدعم، حريص على توفير السلع بالاسعار المناسبه سواء في المجمعات سواء في المبادرات في الشوادر. ده كل النهارده لان الاتجاه الاساسي والتأول يعني التوجهات الاساسيه رفع العباء عن المواطن المصري. يعني بقدر يعني بكل الطرق رفع العباء. النهارده لما حددنا سعر العيش والسياحه واشتغلنا على كده توفير السلع في المجمعات، ده كله برضه كلها حاجات اجراءات من اجل المواطن المصري. النهارده لما الدوله ادت حافز للمزارع النهارده بتكلفه 13 مليار جنيه ونرجع ندعم الرغيف العيش عشان بخمسه، ما احنا بندعم هو رايح جاي. ده كله تحفيز. الدوله النهارده بتشجع المزارع وبتشجع الصانع نمره واحد، تشجيع المصانع وتشجيع الصناعه وتشجيع الزراعه، لان الدوله ماشيه في خطوات سريعه، في خطوات استراتيجيه برضه لاكتفاء ذاتي من القمح على في الخطه المستديمه النهارده، فدي كلها خطط موضوعه. اخبار الرز ايه؟ طبعا من الحاجات برضه يعني المهمه جدا عند الرز. هو في حصل تحركات في السعر، يمكن احنا ومباحث التموين والجهات الرقابيه شغاله على قدم وساق في هذا الموضوع. زي ما احنا اتحركنا اللي فاتت، وفي ناس اقول لحضرتك خدت احكام، مش عايز اقول لك في ناس طلعت بكفاله 20,000 و30,000 وصدرت البضاعه، ان عندي كميات كبيره جدا من البضاعه مصدره بنحطها في المجمعات دلوقتي. احنا عندنا الحمد لله الرز امن. شويه في تحركات سريعه زي ما حصلت قبل كده ارتفاع ونزل. النهارده الفراخ ب 32 جنيه ب 35 جنيه اللي كانت وصلت ل 48 و50، النهارده في نزول في الاسعار، في عرض وطلب بس لكن الدوله برضو حريصه على ان في بعض الناس بتستغل هذه الظروف والشائعات، ولكن الدوله قادره على انها للسيطره على هذه الاسعار. فيما يخص بقى الرقابه، في بعض التجار بيبقوا معدومي الضمير، بيقوم بتخزين السلع دي علشان يعني يعلي سعرها وفقا لقانون العرض والطلب فيما بعد. ايه الاجراءات القانونيه اللي بتتخذ تجاه انا لسه بحكي لك. انا عندي اكتر من 80
قضيه شغال فيهم من بقالنا اسبوع دلوقتي. اللي بقول ده حجب السلع اللي احنا جبنا التجار تم عرضهم على النيابه فورا، وفي عرضهم بياخد 4 ايام استمرار ثم 15 في التحقيقات، وبيدفع كفاله 20,000 جنيه او 50,000 جنيه بحال مش انا ده يعني شق نيابه، وبيتم مصادره البضاعه تتباع بقى في المجمعات الاستهلاكيه. والحاجه الجميله لسه بقول ان السيد المستشار النائب العام عمل حاجه كويسه جدا جدا في توجيهاته، ان البضاعه ديت على طول امر من النيابه العامه في الحال ما تبقى ما تحفظش عليها يتم فحصها وثبوت صلاحيتها للاستهلاك الادمي تباع لمجمعات وزاره التموين او الدوله يعني، وبيتم طرحها لايه؟ لحدوث اتاحه وتوفرها في السلعه وتوصل للمواطن بسعر مناسب. طيب ايه بقى اهم القضايا اللي حضرتك بتتكلم عليها؟ يعني بيبقى المجال اكتر بيبقى تخزين والسلع، ولا بتبقى سلع غير قابله للاستهلاك الادمي، ولا بيبقى شكل القضايا اهم الحاجات؟ القضايا اول حاجه نقول برضه مثلا الاداره اللي جبناها اللي فاتت حجب سلعه ان هو يكون مخزن او رفض، ان هو يكون عنده سلعه بس بقى لها شهرين ثلاثه بالفاتوره، ما هو بيطلع احنا قلنا قبل كده وقلنا في هذا البرنامج السعر بيبقى في الفاتوره، فبشوف الفاتوره اللي هو الشريعه فيها كام وبيعها بكام النهارده، دي برضه بيبيع بهذا من السعر، ودي قضايا النهارده مش سهله، ده امن قومي، قضيه امن قومي، عدم مطابقه المواصفات القياسيه لطرق العرض والتخزين زي ما قلت برضه مش هنرجع نقول زي الاسماك اللي بتكون حاجه محفوظه في تجميد العرضه في التبريد، او النهارده حضرتك تروح تجيبي مثلا قطعه باتيه موجوده في درجه حراره الشمس النهارده وتقولي فيها حموضه، ما هي فيها زيوت مهدرجه وفيها حاجات دي، فدور العرض والتخزين بتاثر عليها. انا كمواطن اعرف ازاي في النقطه تحديدا بتاعه الفاتوره، لو هو التاجر جايب المنتجات دي بالاسعار القديمه ولسه ما اتباعتش عنده بيبيعها لي بالاسعار الجديده؟ انا كمواطن المواطن النهارده بيشتري كل يوم وعارف تاريخ الانتاج اللي على السلعه، مثلا لو تلاقي سلعه صلاحيتها سنه ومعاها اكتوبر 2021 وتلاقي بسعر النهارده يبلغنا، انا هنزل احنا بيبلغكم ازاي؟ بيبلغنا عندنا الخط الساخن، الخط الساخن 16528 16528 ويعني انا مش عايز اقول لك ده موجود على مستوى الوزاره والمديريه. جالكم بلاغات بالفعل بالامر ده؟ على فعل بالفعل فعلا ونزلنا وجبنا حاجات كتير جدا. الحاجه الثانيه النهارده اللي هو برضه طرق الغش في السلعه، يعني انا كنت في قضيه في احد المحافظات امبارح بس هي مش جزائيه، السلعه موجوده والكراتين اللي هو عامل عشان يعبي فيها سلع خاصه يعني مش جزائيه موجود، طب انت هتبقى حاطط كراتين لغه اجنبيه لابهام المستهلك ان الحاجه دي مستورده، طبعا ما تجيش علينا، الحاجه بتيجي من بره مش من بره بشيف العلم، اسم المستورد، العنوان، الافراج بتاعها، فطبعا دي كلها طرق برضه من الطرق اللي احنا بنقابلها، ان الغش برضه تكون السلعه نسبه البروتين في مصنعات اللحوم، نسبه الدهون لا تتعدى ال 20% ونسبه الدهون 10% 20%، لازم احلل الاقي النسبه دي مظبوطه، ما غشش في هذه الغش في الميزان. اللحوم مثلا والدواجن، قول لنا متوسط الاسعار في السوق ايه دلوقتي علشان برضه المواطن لو راح يشتري ولقى السعر عالي جدا. احنا عندنا انواع اللحوم اللي اقول عليها برضه عشان حضرتك عارفه، الفراخ اللي هي الحيه النهارده يعني رغم ده كده النهارده في السوق من 35 اللي كانت في رمضان بكذا نزلت، البورصه النهارده 32 هنزود 4 جنيه 5 جنيه بقى النهارده 35 36 حسب المناطق، ودي اسعار يعني بقت نازله جدا جدا يعني اقل من التكلفه. طب هل تم ضخ قريب في المجمعات الاستهلاكيه سواء كانت لحوم حمراء او لحوم بيضاء؟ لا المجمعات فيها ضخ على السلع دي موجوده خطه على طول، احنا متعاقدين مع السودان ب 115 جنيه اللحوم اللي موجوده في السودان عندنا الطازجه، اللحوم في السوق اللي انا عاوز بس اوجه الرساله 115 جنيه 115 لحوم طازجه سوداني، انا عاوز اوجه برضو ان المواطن يعرف برضو ان عندنا كذا نوع من اللحم. ايوه يا ريت كلنا الاسعار بتاعتها هقول لك اللحمه البلدي البلدي المذبوح عند الجزار العادي وده مختومه بختم احمر دايره وده سعرها يتراوح النهارده 140 150 حسب المكان ماشي. طب انا مش هقول بقى مالناش دعوه بالاسعار الخاصه اللي بيقول لك انا بتكلم على كباب الحله الشعري عادي. النهارده في لحمه برضه بلدي مذبوحه بس بتكون كبيره في السن والختم بتاعها يكون مربع ولونه احمر ده برضه هتكون 110 120 ماشي. 120 في اللحوم المستورده برضه منها البرازيلي النهارده اللي سعره بيتراوح 100 جنيه في المجمد وعليه بيانات وعليه الليبل بتاعته كله، وفي الهندي اللي بيتراوح من 60 ل 70 جنيه او 70 ل 75 جنيه موجود ودي في السوق. متوفرك في ده موجوده؟ لا السلع موجود، انا بقول لك اهم شيء السلع موجوده ومتوفره. بالظبط دي اهم حاجه لازم ناكد عليها. دي بالنسبه للحوم. الحاجه الثانيه بقى اللي انا اروح اشتري برضه من تاجر وما يدينيش فاتوره، وبرضه انا يعني اقولها تكرارا ومرارا وتكرارا، انا يعني ناشد المواطن المصري ما يشتريش من بائع متجول او ما يشتريش من الناس اللي عارضه في السوق ونقول اصل ده ظروفه، لا في بعض السلع
الشمس ودرجه الجو الحراره النهارده يعني. تقضي وبتزيد بسبب المشاكل كبيره جدا. فلازم اخد من مكان موثوق اشوف درجات الحفظ والتداول بتاعتها ايه، اشوف السلعه دي باخد فاتوره عشان اعرف منها. دوري انا كمواطن برضو يبص على انه شاف السلعه على الرف مضروبه مثلا بالسين وراح ضربها على الكاشير يلاقي ازمه هي موجوده على الرف ده، يبلغ علينا على طول دوره الغش برضو طرق الغش اللي احنا. واحنا كدورنا كوزاره التموين بنشوف الاسعار وبنشوف الفواتير وبنتابع. والنهارده الحاجه الجميله برضو ان سوق العبور النهارده واتحاد الغرف التجاريه مع وزاره التموين احنا عندنا يعني يوميا، ويمكن لو الوقت بعد بتاع هوريك على الواتس، يوميا الاسعار بتطلع سوق الخضار وسوق اللحوم كل السلع ومدى التغير فيها سواء من سوق العبور او من سوق 6 اكتوبر او من الغرف التجاريه، بيتم هذه الاسعار تداولها ومناقشتها ما بين الجهات وتعرض على القياده السياسيه. يعني من اللي حضرتك بتقوله لنا النهارده معناه انه مش هيبقى في نقص في اي سلع، لا. ففي بعض يعني ما نسمعها كده في قعدات وديه كده يقول لك ده احنا هنضطر نستغنى عن بعض السلع الفتره الجايه، ده مش حقيقي، مش هنستغنى، بس الناس دي كلها شائعات التجار الضعاف النفوذ زي ما حضرتك اشرت تعملها عشان يجري المواطن يخزن يحصل شحيه يقول لك الناس شفت السلع زي ما في اول رمضان، فاكره يوم 15/3 لما الناس نزلت اشترت بكميات كبيره باسعار عاليه ويوم 17 فتحنا المعارض والمعارض اشتغلت والاسعار نزلت خالص والناس ندمت، يبقى خد مخزون في البيت اثر على ميزانيه البيت بتاعته، خد ركن حط فيه الحاجه في البيت. ليه؟ الحاجه متوفره وموجوده على مدار يعني موجوده على مدار. طب سريعا عشان الوقت بقى نطمن على البيض يعني أصبح. لا انا قلت لك لا البيض في النزول دلوقتي، انا قلت لحضرتك الدواجن والبيض في النزول دلوقتي خلاص. يعني سعرها كان تقريبا متوسط سعر الكرتونه النهارده 55 في كرتونه البيض وصلت 55 55 واحنا يعني حريصين الايام الجايه ده برضه يعني في تنسيق ما بيننا وبين وزاره الزراعه بنزول الاسعار زي ما قلت لحضرتك الدواجن كنت بتسمع 48 و45 في لا والبيض كان وصل النهارده لا وصل يعني 65 انا عارفه لا النهارده في تراجع في اسعار 65 سمعت على لا 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 في تراجع النهارده في اسعار الدواجن والبيض النهارده يعني لو اشتريناها في تراجع في الاسعار لان عزيز. احنا اتفقنا مع وزاره الزراعه برضه لضخ كميات كبيره يعني احنا عندنا اليه المجمعات الاستهلاكيه والمنافس بتاع الحكومه وزاره الزراعه برضه مش ننكرش زي ما قلت وزاره الدفاع والخدمات كلنا واحد عربيات امان كل ده احنا هدفنا اتزان ووضع استراتيجيه معينه في السوق بعد ما رفع الاسعار وتوفير السلع فدي اهم شيء يعني موجوده. طب وبالنسبه للمنتجات الالبان؟ المنتجات الالبان احنا عندنا هو بس بعض الناس برضو قالوا عشان في بعض المستلزمات بتيجي من بره غيروا في الاسعار ارتفعت شويه كده بس دي اسعار عالميه برضو ولكن احنا عندنا ايه الارتفاع تقريبا قد ايه قد ايه يعني في غلط يعني في ناس غلط 20 ل 25 حسب حسب الحاجه الخامه اللي بتيجي من بره دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها دي ولكن دي اسعار عالميه احنا بندرسها برضو يمكن عندنا لجنه على طول شهرين بتعقد مجلس الاداره لجنه اسمها لجنه الموجودات وبتدرس برضو الاسعار العالميه ومدى تاثر احنا بندرس السوق بره 3 شهور قدام يعني عندنا ناس خبراء معانا بيشارك معانا بيدرسوا السوق لمدى 3 شهور قدام وده يمكن اللي الدوله حريصه عليه ان هي توفير السلع وبتبص ده يمكن وزاره التموين الميزه اللي عندها في المجمعات ان هي بتعمل تعاقدات طويله يعني كان عندنا نقصتين الاسبوع اللي فات ليه عشان تامين المخزون الاستراتيجي التعاقدات عشان ما نتغيرش حتى لو حصلت تغيرات عالميه بره الاسعار يعني زي ما الناس بره كده كل يوم الاسعار لا اسعارنا احنا عايزين لنا لقاءات متعدده علشان دايما موضوع طبعا التموين ده من المواضيع المهمه جدا جدا اللي نحب نطمن الناس بتواجد كل السلع وباسعار مناسبه في كل الاسواق. كل الشكر مهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين شرفتنا. محمد شكرا لوجودك.